جماهيره في ملعبه الجديد أمام فريق أستون فيلا في مباراة. عطفا على الصفقات التي أجراها الفريق وعطفا على الانتدابات التي قام مع اليمين أستون فيلا على اليسار، والبداية لسبيرز من خلال كرة وتصيبة قوية لكنها كانت بعيدة فقط، هي الثانية 17. اليوم جاءت العودة بالنسبة لهذا الفريق، وبالتالي هو لا يتمنى أكيد من الغيابات المهمة لتوتنهام، ولكن هنا وحتى مع الغيابات يغيب من يغيب. هنا لدينا لوكاس مورا في كرة ثانية في فرصة ثانية بأصواتها تصدح في هذه اللحظات، هنا خطأ وتنفيذ الخطأ بكورسر، وصلت هذه الكرة باليسار داني روز وتمريرة، هنا الفرصة لاميلا حولت قائمة لمصلحة فريق توتنهام، هناك سقوط لا وجود لخطأ كبيرة والإثارة تكون أكبر، هنا أستون فيلا كرة خطيرة خطيرة، جول 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 في وقت الحديث عن الإثارة، أستون فيلا يرفع راية الإثارة نعم، ويسجل في ملعب توتنهام. سماه الإنجليزي وإنما يتمنى أن يبقى، هنا لدينا فرصة هاري كين يحاول لحسية نظيفة، واتفورد خسر من برايتون، هنا توتنهام يحاول بكرة عن طريق من جانب يوكر بيترز، تقدم في اليمين بعد ذلك العرضية عالية تغطية موجودة، وصلت في الطرف الأيمن إلى سيسوكو عرضية، كرة تصل لكن يحاول، يا السلام ممتازة جميلة، هنا فرصة واعدة لتوتنهام، خدم مرور بصورة ممتازة، محمود تريزيجيه يمرر الكرة بصورة جميلة وصلت في وسط الميدان، الآن يطبق الخناق نادي توتنهام يحاول أن يضغط أكثر عند الكرة، نتمنى أن ينسجم تريزيجيه انتشار لاعبي فريق أستون فيلا، لكن هنا عرضية لا تأتي، التغطية موجودة، كرة ينطلق بمثل هذه الكرات، لكن في اللحظة الأخيرة المدافع هو الذي خلص الكرة الماضية، بينما هنا تدخل على موسى سيسوكو في الكرة الماضية، بعد ذلك من الجهة اليمنى ممتاز الكرة خطيرة، الكرة تريزيجيه لفريق أستون فيلا، انطلاقة لا تأتي من الطرف الأيسر، مرور تقدم لكن في الأخير خطأ، وصلت مرة أخرى إلى رواق الأيسر، داني روز يحاول، عرضية تأتي لم تكن صحيحة، بينما إندوملي يمرر هذه المرة كرة سهلة عند حارس المرمى الحارس توميتو، إندوملي تقدم عن طريق اللاعب موسى سيسوكو، عرضية وينها وينها العرضية السهلة عند الجانب الأيسر، محاولة تأتي وصلت اليسار، بعد ذلك عرضية تغطية ألدرفيلد، في 9 من آخر 10 مباريات توتنهام كان له الانتصار، كان له الفوز، الفريق الذي سجل 24 هدف واستقبل الشوط الأول من هذه المباراة، هنا ويسلي يحاول ألدرفيلد، خطأ يرتكب البلجيكي توبي ألدرفيلد، يرتكب خطأ وصفرة من السيد كريس كافانر دين سميت، كرة تصل في وسط الميدان لفريق توتنهام، كرة تصل عالية خطيرة موجود، ركلة حرة مباشرة، كرة تصل من لاميلا قطعت، عادت تقدم إندوملي وحاول إندوملي وعرضية ترسل عالية، تغطية موجودة، الكرة بتعظم الكرة بينما الانطلاقة السريعة، تريزيجيه تريزيجيه تريزيجيه، ولكن كانت ضعيفة كرة تريزيجيه كانت ضعيفة، هنا لاميلا عند الكرة من الطرف الأيسر، تمريرة لاميلا الأرجنتيني يحاول من جديد، جاك غريليش يرسل كرة عالية والرأسية هنا تكون حاضرة لإنجلترا، هاري وينكس يرسل كرة طويلة خطيرة، هذه الكرة باتجاه لاميلا من الجانب الأيمن السريعة، سيسوكو يمرر كرة ممتازة لاميلا، لكن التغطية منقولة، هذه الكرة لتوتنهام، هاري كين يتقدم، هاري كين يسدد ولكن إلى خارج الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى ممتازة لاميلا، هنا فرصة خطيرة لتوتنهام ولكن لوكاس مورا يمرر كرة بصورة ممتازة، هاري وينكس والتصويبة وينها بعيدة، جاهدا أن يصل، لدينا هنا ركلة ركنية هي الرابعة ترسل عالية، راسية لقطات في محاولة توتنهام من على مشاري في منطقة العمليات، هنا بيترز يحاول، بيترز عند الكرة، هنا تمهيد إندوملي والعرضية، هاري كين إندوملي كان بإمكانه أن يسدد لكنه فضل عن وصلت إلى هاري كين، تمريرة إلى إندوملي يحاول فيها الفرنسي لكن كرة تر، هنا لدينا تمريرة، هاري كين هاري كين هاري كين هاري كين
في الطرف الايسر لفريق استون فيلا. هنا تسديدة تاتي ولكن سهلت العودة السريعة في الشوط الثاني. كرة تصل في الطرف الايمن. توتنهام يضغط منذ البداية في تشكيلة فريق توتنهام. وهنا الركلة الركنية لكن تسعة من عمر الشوط الاول. بينما هنا سيسوكو وفرصة الى هاري كين بعد ذلك للمدرب دي سميث. هنا توتنهام بفرصة بمحاولة خطيرة. هذا جول جول جول. اوه يا سيسوكو، وين المرمى؟ وين المرمى يا سيسوكو؟ هنا يتساءل في المزيجين، يعرف تماما هذا الامر. هنا فرصة خطيرة لأستون فيلا ما زالت قائمة. يعرف تريزيجيه بأن الدوري الإنجليزي يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى قتال داخل أرضية الملعب، إلى صراع على كل كرة، وبالتالي في ركلة جزاء. لكن هاري وينكس وتمرير، كرة ما زالت قائمة. هنا هاري كين يحاول مرر كرة باتجاه لاميلا 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 إلى هاري كين. ممتازة خطيرة تصويبة، يحاول يمرر كرة في وسط الميدان. هاري وينكس عالية إلى هاري كين، ممتازة. كرة ما زالت قائمة، وصلت من جديد. هنا الكرة ما زالت هاري كين، عرضية توصل عالية خطيرة، لكن في الأخير تغطية موجودة، ضغط عالي وخطأ كان موجود كذلك هذا الأمر. كرة تصل اندوملي عند الكرة، اندوملي يحاول، اندوملي يسد. جون مانجن الخطير جدا، جون مانجن، جون مانجن هنا خطورته كذلك من خلال تدخله، تدخل كان من جون مانجن. وصلت هذه الكرة ألدنفيل منقولة باتجاه ووكر بيترز، لكن التسديد الجديد في أي لحظة من جانب إريكسن. كرة عالية راسية تحضر، لا وجود لأي خطأ لداني روز، بل عرضية ترسل عالية، لكن حقول الكرة لميلا وصلت إلى إريكسن، لكنها في الأخير سهلة عند أدوار الكبيرة. هنا لدينا هاري كين يتقدم، يحاول يسدد كرة خطيرة، ولكن ما قبل الحارس حارس، نعم، بل ما قبل هاري كين يحاول في هذه اللقطة ما زالت. هذا جول، هذا جول، هذا جول. لا لا، قلناها قبل الحارس حراس، لكن هنا لاميلا، هنا فرصة هاري كين عند الكرة إلى إريكسون يسدد، ولكن هذه الكرة بالقدم اليمنى كانت بعيدة. ووكر بيترز إلى إريكسون، يتقدم إريكسون يسدد، وجد خيار، يتقدم هاري كين، عرضية ترسل عالية لاميلا والرأسية، لكن في الأخير ساعات من جديد. سيسوكو يحاول، سيسوكو يتقدم، سيسوكو يسدد، ولكن ما زالت هنا الفرصة مستمرة. لوكاس مورا يحاول والتصويب جول. الله ما بعد الصبر، ما بعد الصبر يا خطيرة. تأتي الكرة لكنها مقطوعة بتعود مرة أخرى، فرصة ما زالت، خطأ موجود، خطأ موجود، تدخل كان حاضر، المسافة قريبة، المكان مؤاتي، الفرصة خطيرة، الكرة ما زالت، ما زالت. هذا جول، أوه. وهنا فرصة، وهنا إريكسون، إريكسون توم هيتون يقول ليس بعد يا إريكسون، ليس الآن يا إريكسون. مميزة، كرة ما زالت قائمة، عرضية ممتازة، تصويبة تأتي، بل عرضية أخرى، ولك على ميلا يفتك هذه الكرة، لميلا يسدد، هاري كين خطيرة، جول. الله، نعم، هو هاري كين يسجل. توتنهام يتقدم، توتنهام يقلب الطاولة في هذه اللحظات في وقت الهدف الوحيد. هنا لدينا انطلاقة موسى سيسوكو، تمريرة هاري كين والتصويبة. الله، يا سلام يا سلام، خلاص، إنه الأعصار، هاري كين يسجل ثالث الأهداف. نعم، الطريق فتحت، وبالتالي افسحوا المجال، إنه هاري كين بأهدافه، نعم، التي دائما ما